تحية لكم، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في أولى متابعات الليلة من برنامجكم من عمان. وكما ذكرت في مقدمة الحلقة، فازت مدينة أوساكا اليابانية باستضافتها للحدث العالمي 2025 إكسبو بيئة التحديد، والسلطنة أعلنت عن مشاركتها في هذا الحدث الذي يجمع الناس والابتكارات حول العالم من خلال أيضا تجارب ملهمة. كيف تترجم السلطنة هذه المشاركة؟ التفاصيل برفقة ضيفنا الكريم. ترحب باسمكم مشاهدينا بنائب المفوض العام لجناح سلطنة عمان في إكسبو 2025 أوساكا الدكتور سامر بن سليمان العزري. مساء الخير دكتور سامر، نبارك لكم مشاركة السلطنة في هذا الحدث العالمي. مساك الله بالنور وشكرا للاستضافة. نود في البداية أن نعطي ملامح للمشاهد الكريم حول تاريخ معارض الإكسبو في العالم. نعم، طبعا معرض الإكسبو من أقدم المعارض الدولية في العالم، والهدف منها كان استعراض الدول المختلفة لأهم إنجازاتهم، سواء كانت إنجازات ابتكارية، صناعية، تقنية. فمثال على ذلك الهاتف الحاسب الآلي كان أول مرة تم استعراضه كان في الإكسبو. كذلك معالم معمارية، برج إيفل كان المدخل لمعرض إكسبو في باريس مثلا، ويتم فيه تبادل الأفكار والتطلعات المستقبلية. وعبر التاريخ طبعا عبر السنين تطورت الأهداف إلى التبادل الثقافي، تعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ممتاز. طيب على الدول كيف تنعكس هذه الأهمية دكتور على الدول المشاركة في هذا الحدث؟ نعم، طبعا بحكم من حدث دولي وفيها تغطية إعلامية كبيرة وعدد كبير من الزوار، مثلا في النسخة القادمة في 2025 العدد المتوقع 28 مليون زائر، هذا على الواقع في مدينة أوساكا، ومنهم 3 مليون في النسخة الافتراضية. فهي منصة مفتوحة للتقارب، فيها عوائد كثيرة مباشرة مثل الشراكات بين القطاع الخاص مثلا، والتعاونات بين الدول، تبادل الأفكار، ومنها كذلك عوائد غير مباشرة مثل التبادل الثقافي والتقارب الثقافي والترويج السياحة مثلا. نعم، يعني سلطنة عمان أن نتبع تاريخها في الإكسبو ندرك أنها فعلا حرصت على أن تكون متواجدة في مثل هذه المعارض العالمية. نود الحديث عن السلطنة وتاريخ مشاركتها دكتور. بالضبط. نعم، فأول مشاركة لو نتحدث عن الإكسبو العالمي، أول مشاركة للسلطنة كانت في 2010. نعم، في معرض شنغهاي. ومن بعدها كانت الإكسبو في مدينة ميلانو في 2015، كانت هذه المشاركة الثانية للسلطنة. والمشاركة الثالثة كانت في دبي، حيث فازت على عدة جوائز بمشاركتها بجناح سلطنة عمان. المشاركة القادمة إن شاء الله بتحتكم في أوساكا في اليابان، نتطلع إليها. ونبارك للمملكة العربية السعودية استضافت إكسبو 2030. نعم، يعني كما أيضا نشاهد عبر الشاشة هذه لقطات من أعتقد أنها فيديوهات تم استعراضها خلال حفل الاستقبال الذي جرى في مسقط قبل يومين، يجمعكم مع يعني الأصدقاء في سفارة اليابان في السلطنة. نود الحديث بداية عن هذا الحفل، كيف جرى؟ أبرز ما تم استعراضه خلال هذه الدقائق. نعم، كان الحفل باستقبال من السفارة اليابانية. طبعا قبل الحفل كان في حفل تدشين للجناح في طوكيو. نعم، في شهر نوفمبر. من بعدها قمنا بحفل استقبال في السلطنة بحضور السفارة اليابانية، أصحاب المعالي في اللجنة الرئيسية وأصحاب السعادة كذلك، والإعلام للتحدث عن الجناح والإعلان عنه. جميل. طيب كيف تصف السلطنة مشاركتها الجناح حتى الآن؟ نصف اللي هي مشاركتها. والله الحمد لله المشاركة طيبة للآن. الجناح، رسالة الجناح. نعم، فطبعا كل نسخة لمشاركة إكسبو لها رسالات معينة، فطبعا الرسالة تكون لها مربوطة بالرسالة الأساسية اللي تقوم بها المنظمة. فرسالة إكسبو 2025 تحت عنوان تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا، فيها ثلاث محاور: محور ضمان استدامة الحياة، المحور الثاني تمكين الإنسان،
والمحور الثالث تعزيز الإنسان عبر التواصل. من هذه الثلاث محاور يطرح سؤال ما مفهوم الحياة السعيدة. فسلطنة عمان بإذن الله راح تشارك تحت عنوان رابط ممتدة، والرسالة راح تكون تعكس إن شاء الله مفهوم التجربة الإنسانية للمجتمع العماني، روابط بين الأفراد، روابط بين المجتمع، بين الدول الأخرى، روابط بين الإنسان والبيئة والتناغم والتعايش مع مع المحيط به. يعني هل اللجنة المنظمة للإكسبو العالمي تفرض شعار معين لكل دولة يتواءم مع توجهات هذا الإكسبو في عام 2025 بالذات دكتور؟ نعم بالضبط، تكون المنظمة العامة مسؤولة عن ذلك، لكن أيضا الدول المستضيفة كذلك يكون لها رأي في الرسالة العامة. ونلاحظ أنه عبر السنين الرسائل تغيرت، والأول كان التركيز في التقنيات، ثم أصبح الاهتمام على مواضيع الاستدامة والبيئة، مثال على ذلك التغذية والطاقة. والآن المفهوم تغير نوعا ما، وأصبح التركيز على الإنسان والمجتمع. جميل، يعني محور جميل جدا للإنسان والمجتمع، وهو أساس متين في رؤية عمان 20 بلا شك. كيف ستترجم الرؤية أيضا من خلال هذا الجناح يعني وتفاصيلها، وكيف سيتم الإعلان أيضا عن المشاركات تباعا خلال هذا العام حتى أبريل 2025 وينتهي في أكتوبر حسب ما تم الإعلان دكتور؟ نعم، فالرسالة راح تنعكس أولا في التصميم المعماري. طبعا التصميم كان من مخرجات جائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري، وفاز فيه فريق من الشباب. والتصميم هو معاصر حديث تجريدي يعكس فكرة التعايش مع الطبيعة. يتكون من ثلاث عناصر، منها المعرض اللي هي مساحة داخلية فيها تجربة حسية فريدة من نوعها. العنصر الثاني ممر فيه سقف مائي لإضاءة الجناح، ويعبر عن اللي هي العلاقة بين الإنسان والماء. والعنصر الثالث هو المساحة الخارجية، مساحة تفاعلية، استرخاء، احتفالات، فعاليات، منها نعكس الرسالة بطريقة يعني تجريدية. جميل، ما هي النتائج المؤمل أن تخرجون بها بعد نهاية هذا المعرض دكتور؟ نعم إن شاء الله، فالنتائج إن شاء الله اللي هو تبادل ثقافي بيننا وبين اليابان وبين الدول الأخرى، تعزيز وتمكين الشراكات الاقتصادية والسياحية، تبادل ثقافي، تقارب بين الدول، مناقشة قضايا عامة وتطلعات المستقبل بإذن الله. نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله، بارك الله جهودكم، شكرا على وجودكم الليلة للحديث عن مشاركة السلطنة في إكسبو 2025 أوساكا اليابان دكتور سامر بن سليمان العزري نائب المفوض العام لجناح سلطنة عمان في إكسبو 2025 أوساكا، شكرا جزيلا. يعطيكم العافية. نتواصل معكم أيها الأحبة وإلى موضوع آخر بعد قليل، ابقوا معنا.